السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل الاختبار أو التمرين ده، الإكسرسايز ده اللي هو في كتاب الورك بوك pages 70 and 71، الصفحات 70 و 71 من كتاب الورك بوك. check your English، اختبر الإنجليزية، اللغة الإنجليزية لديك، اختبر لغتك الإنجليزية، اختبر لغتك الإنجليزية. check your English vocabulary، كلمات، راجع كده معايا الكلمات دي. age، لأن اللي بين قوسين دي يعني noun، noun يعني اسم. age، عمر أو سن. favorite يعني مفضل، favorite يعني مفضل. لما أحب أقول كتابي المفضل أقول my favorite book، my favorite book كده، my favorite book، my favorite book، أو أقول my favorite sport، sport is كذا، يبقى favorite يعني مفضل. toy animal، خلي بالك كلمة favorite مكتوب مقابل ليها قصادها كده adj بين قوسين اهو، دي اختصار لكلمة adjective، adjective، adjective يعني صفة. toy animal in noun حيوان لعبة، toy animal حيوان لعبة، toy يعني لعبة، animal يعني حيوان، يبقى حيوان لعبة. park، park حديقة عامة، in يعني noun. sports، sports ألعاب رياضية، طبعا ده noun اسم. cook، 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 يا ريت تردد ورايا، in يعني noun، cook يعني طباخ، دي اسم. gate، gate، gate يعني بوابة، وده طبعا noun. jump، jump يقفز، ده فعل منتظم تصريفه jumped، jumped بإضافة ed، ده فعل. verb، ال v اللي بين قوسين دي اختصار ل verb يعني فعل، يقول لك إن الكلمة دي فعل. weather، weather، weather in noun، weather يعني طقس. rainy، rainy adjective يعني صفة، rainy يعني ممطر. restaurant، restaurant، restaurant مطعم، دي نوعها، كلمة دي نوعها noun. twice، twice، twice يعني مرتين، نوعها ايه الكلمة دي؟ adv اختصار ل adverb، adverb، adverb ده يعني ظرف أو حال، adverb ظرف أو حال، هي هنا بمعنى ايه؟ ظرف زمان، مرتين. tail، tail يعني ذيل، ان يعني نون، الكلمة دي نوعها ايه؟ نون اسم. شوب، شوب، شوب يعني محل او دكان، ان يعني نون، الكلمة دي نوعها اسم نون. نبدأ التمرين، يقول لك this is a fact file of
some students. This is a fact file of some students. هذا هو ملف حقيقي عن بعض الطلاب. Look and make sentences. Look and make sentences. جيب لك بعض الحقائق عن بعض التلاميذ، بقول لك انظر واكتب جمل وكون جمل. Number one, name الاسم باسل. Age العمر أو السن 12. Likes الأشياء اللي بيحبها. Football favorite food طعام المفضل. Fish with rice. Number two, name Fatma. Age 13. Likes books. Favorite food طعام المفضل chicken الدجاج. Number three, name الاسم Maher and Hani. Maher and Hani. اثنين age 12. Likes tennis. Favorite food ice cream. Number four, جيبها لي فاضية. Blank. Blank يعني فاضية. وجاب لي أداة نموذج إجابة أهو، جاوب لي هو عن رقم واحد أهو اللي هي دي. شوف بقى هو حل إزاي عشان تحل إزاي. في النيم قال لي باسل، كتب لي جملة his name is باسل، وأدي نقطة في نهاية الجملة. طيب ال age 12 قال لي he is 12 نقطة. بعد كده likes football يعني يحب كرة القدم، نقول هو يحب كرة القدم he likes football. He likes football. He هو ده مفرد، واحنا بنتكلم عن المضارع او عادة، لان اللي بيحب شيء ده من عادته، كان بيحبها وما زال بيحبها والمتوقع ان هو يفضل يحبها بعد كده، يبقى دي عادة شيء ثابت. لو بنتكلم بالفعل طالما في المضارع او بنتكلم عن عادة والفاعل مفرد اهو، يبقى يضاف للفعل اس. هي لايكس فوتبول، نقول شي لايكس فوتبول. ات لايكس لو بنتكلم مثلا عن شيء غير عاقل دوج اور كات، ممكن نقول هي لايكس فوتبول. اوكي، لو هقول اي اقول اي لايك. اي ويو وي وذي الفعل حتى لو في المضارع، حتى لو بنتكلم عن عادة مش هينضاف له اس، ضفت الاس بتبقى اما هي وشي وات او الاسم المفرد فقط. يبقى اي ويو وي وذي نقول لايك فوتبول. نقطة في تالت او رابع معلومة، رابع معلومة معانا اهي. نمبر 1 favorite food الطعام المفضل fish with rice. his favorite food او his favorite food طعامه المفضل is fish with rice. نيجي نكتب احنا الجمل بتاع نمبر 2 name فاطمة، نقول name فاطمة الاسم ده اسم لأنثى، اسم لأنثى، اسم بنت أو اسم اسم بنت أنثى، يبقى hair نقول hair أو الحرف كابيتال أهو hair name hair name is فاطمة. طبعا الأسماء أهي أول حرف كابيتال فاطمة. Her name is فاطمة. دوت نقطة في نهاية الجملة. تاني معلومة عندنا age 13، نقول هي عمرها 13 سنة، نقول her أو الحرف في الجملة أهو أو ما نقول شيء، ممكن نقول her age is 13 أو ممكن نقول she is، نكتب زي ما هو كاتب، نقول she is
13. تمام كده، ونقطة في نهاية الجملة. She is 13. بعد كده likes، هي بتحب الكتب. نقول she likes، ممكن نكتبها تاني في مجال يكون أوسع شوية، نكتبها هنا تاني كده، نكتب number 2. name is، نقول her name is فاطمة. هذا نقطة. بعد كده نقول she is 13. She is 13. ونقطة، معلومة الثالثة، هي تحب الكتب. She likes، لأن بنتكلم عن عادة، هي شيء بتحبه، وشي دي مفرد يبقى likes. She likes books. اوكي، نقطة. الفيفورت فود تشيكن، نقول بقى طعامها المفضل هير فيفورت فود از تشيكن. Is favorite food. Her favorite food is a chicken. كده خلصنا number 2. نيجي على number 3. بص كده على المعلومات اللي عندنا. Name Maher and Hani. هنا ده أكتر من واحد، يبقى هيبقى عندنا هنا إيه؟ جمع. نقول بدل ما نقول، كنا بنقول his name المذكر أو her name للمؤنث، هنا في الجمع نقول their name. أول حرف كابيتال أهو، their name. is ماهر، ام كابيتال اهو، اند هاني اتش كابيتال. ونقطة. their name is ماهر اند هاني. هذا نمبر 3. age 12. نقول they are 12. They are 12. ونقطة. الجملة اللي بعد كده likes tennis، يبقى نقول هم يحبون التنس. أول حرف كابيتال، they
لايك، مقلناش لايكس لأن they ده جمع، they like tennis. they like tennis نقطة دوت بقيت الجملة. المعلومة اللي بعد كده favorite food، favorite food ice cream. نقول they تاني أو نقول طعامهم المفضل هو الايس كريم. their ده ضمير ملكية، لما نقول طعامهم المفضل نقول their مش they possessive pronoun ضمير ملكية اهو للجمع، يبقى their favorite food is ice cream. Is ice cream. نقطة. يبقى their favorite food is ice cream. طعامه المفضل هو الايس كريم. يبقى كده احنا حلينا دول. خلاص. Number two. بقول لك complete fact file for you and write sentences like those in exercise 1. اوكي. هو عايزك هنا تكتب بقى عن نفسك. اكتب ده عن نفسك. اكتب مثلا لو انت اسمك مثلا نبيل. age 17 مثلا، او خلينا رقم قريب شوية من الارقام 14. likes وليكن مثلا بايكينج. favorite food ممكن تختار favorite food تقول مثلا meat مثلا. with rice. meat with rice. ماشي. تبدأ بقى ايه تكتب باراجراف اهو، تكتب الجمل، سوري تكتب جمل. نمبر 4 تستخدم المعلومات. قول تكلم بقى عن نفسك. عن نفسك هتقول my ام كابيتال اهو، my name is ان كابيتال نبيل. I am fourteen. I am 14 سن 14 سنة. I like مش likes I like biking ركوب الدراجة. I like biking. my favorite
favorite food is my favorite food is meat with rice. اوكي كده يبقى خلصنا نمبر 2. نيجي نمبر 3. اقول لك listen and choose the correct answer from A, B, C or D. نيجي على نص الاستماع. طبعا نص الاستماع اهو، نص الاستماع موجود في نهاية الكتاب. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. D محادثة بين إنجي ولاما. إنجي تكلم مع لاما. إنجي بتقول هاي لاما Is that your bag؟ هل هذه حقيبتك؟ لاما هاي إنجي No, it's my sister's. It's my sister's bag. حقيبة أختي. My sister أختي والأبوستروف إس دي للملكية باج، يبقى My sister's bag حقيبة أختي. إنجي It's big إنها كبيرة. What's in it؟ ماذا يوجد فيها؟ لما بتقول This is my pencil case. It's red. This is my pencil case. Pencil case دي الحقيبة الصغيرة اللي تحط فيها الايه؟ الأقلام الرصاص. My pencil case. المقلمة. My pencil case دي المقلمة. الحقيبة الصغيرة بتحط فيها الأقلام. It's red. إنها حمراء اللون. لونها أحمر. إنجي Is that your book؟ هل هذا كتابك؟ لما تقول yes it's very good. نعم إنه كتاب جيد. It's about animals. إنه عن الحيوانات. إنجي Is that a ball in your bag؟ هل هذه كرة في حقيبتك؟ Is that a ball in your bag؟ هل هذه كرة في حقيبتك؟ لما تقول No, it's an orange. لا إنها برتقالة. I like oranges. I like oranges. أنا أحب البرتقال. إنجي I prefer apples. I prefer apples. أنا أحب التفاح. أنا أفضل التفاح. Is that your phone؟ هل هذا تليفونك؟ هل هذا الهاتف الخاص بك؟ لما Yes, it is. إنجي Look, it's 10 o'clock. Look, it's 10 o'clock. Look دي يعني معناها للتنبيه. لا بصي It's 10 o'clock. إنها الساعة الآن العاشرة. لما Time for our English. Time for our English وقت حصة الإنجليزية. Time for our English class موعد حصة اللغة الإنجليزية. نرجع بقى نكمل الأسئلة على الاستماع. طبعا نص الاستماع انت تقرأه مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تيجي على الأسئلة وتحاول تحل وتجاوب من مفهومك. تقرأ النص وفي الأصل المفروض ان انت تسمعه، حد يقرأه لك تسمعه مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تجاوب من مفهومك. لو مفيش معاك حد يقرأه لك او انا خلاص قرأته لك دلوقتي وتجاوب انت من الذاكرة بتاعتك. نحاول نقرأه مرة تانية كده سريعا. إنجي هاي لاما Is that your bag؟ لاما هاي إنجي No it's my sister's bag. إنجي It's big. What's in it؟ لاما This is my pencil case. It's red. إنجي Is that your book؟ لاما Yes it's very good.
It's about animals. إنجي, is that a ball in your bag? لاما, no, it's an orange. I like oranges. إنجي, I prefer apples. Is that your phone? لاما, yes, it is. إنجي, look, it's 10 o'clock. لاما, time for our English class. ممكن تسمع انت النص كمان مرة تاني وبعدين تبدأ تجاوب. The bag is new. Inches. The bag is new. الحقيبة جديدة. أو the bag is inches. بحقيبة انجي. أو لامز. حقيبة لاما. أو لاما سيسترز. هي كانت أني فيهم؟ لاما سيستر. حقيبة أخت لاما. The pencil case. The pencil case is. كان لونها إيه؟ Red. Lama has got. Lama كان معاها إيه؟ A book about sport. ولا a toy animal. ولا an English. A book. ولا a book about animals. طبعا كان a book about animals. كتاب عن الحيوانات. She has also got, كان مع لاما أيضا, some oranges, بعض البرتقال, أو an orange, برتقالة واحدة, أو an apple, تفاحة واحدة, ولا a ball, كرة واحدة. لا طبعا كان معها برتقالة واحدة. نعرف من إنها واحدة من أداة النكرة اللي قبلها an. An. The girls are in. البنات, من البنات اللي كانوا بيتكلموا في المحادثة. The girls are in. البنات كانوا في a school, مدرسة, ولا a house, ولا a park, حديقة, ولا a shop, في محل أو دكان. لا طبعا كانوا في المدرسة بدليل إن هم قالوا time for our English class. يبقى the girls are in a school. The girls are in a school. Read. Number four. Read. Read and correct the mistakes in these sentences. Hatim don't like sports. Hatim don't like sports. ده طبعا غلط. الصح نقول Hatim doesn't like sport. لأن حاتم مفرد. استخدم معاه doesn't. مال don't بنستخدمها مع مين؟ I, you, we, they أو اسم جمع. طيب. Number two. I want to play tennis this afternoon. فين الخطأ هنا؟ طبعا want to. I want to play tennis this afternoon. بكمل الجملة عادي. I want to play tennis this afternoon. Number three, look, those children jumping very high. Jumping. الفعل jump مضاف إليه ing. طالما بيقول له look, look, يعني بيقول له انظر. وطالما ينظر يعني شيء بيحدث في لحظة الكلام. يبقى ده مضارع إيه؟ مضارع مستمر. برافو. إيه اللي عرفني إن الزمن هيبقى مضارع مستمر؟ لأنه بيقول له look. Look يعني بيقول له انظر. طب هو هيبص على حاجة حصلت ولا على حاجة هتحصل ولا حاجة بتحصل في وقت الكلام؟ أكيد طبعا في وقت الكلام. يبقى مضارع مستمر. طب المضارع المستمر بيتكون إزاي؟ من verb to be
وبعده الفيرب مضاف اليه اي ان جي، فيرب تو بي مضاف اليه اي ان جي، يبقى هيقول له that child those children those children those children are jumping are jumping very high. كمل الجملة عادي. يبقى هنا ايه؟ those children are jumping. ما ينفعش اقول those children jumping، لان المضارع المستمر بيتكون من verb to be am او is او are. طبعا am بتيجي مع i و is بتيجي مع المفرد و are طبعا هتيجي مع الجمع. يبقى those children جمع are jumping very high. I visit my cousins yesterday. Yesterday دي يعني الأمس، يعني المفروض الفعل يكون في الماضي. الفعل يكون في الماضي، فعل يكون في الماضي. I visit يبقى غلط، يبقى I visited. ولازم الفعل يكون في الماضي. اللي عرفنا في الماضي yesterday يعني أمس، يبقى all I visited my cousins yesterday. Number five, you speak English very good. طيب very good دي صفة. طيب أنا بوصف إيه هنا؟ speak ولا بوصف الإنجليش؟ you speak English very good. لا طبعا انا عايز اقول له ان انت بتتكلم انجليزي كويس. ايه اللي كويس؟ الكلام مش الانجليش، مش اللغة نفسها، طريقة كلامك انت هي دي اللي انا عاوز اوصف. يبقى اللي speak يبقى ده فعل، speak فعل. انا عايز اوصف فعل يبقى لازم انا اجيب adverb مش adjective. good دي adjective صفة، انما will هي اللي تنفع هنا، لأن will adverb أوصف بها verb، أوصف بها إيه؟ verb. يبقى أقول you speak English very well. very well you speak English very well. نكمل الإكسرسايز ده إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.